اهلا بحضراتكم مره اخرى. زوج الاستاذه منال دخل مع جوز اختها يشتروا شقه مع بعض تبع المكان اللي هو شغال فيه بالقسط. بعد ما استلموها كانوا متفقين ان هو النص بالنص، يبيعوها والنص بالنص. بعد كده زوج اختها الله يرحمه قال له لا، ده انا ليا الثلاث ارباع وانت ليك الربع. اختلفوا وزوج الاخت مات. فدلوقتي زوج الاستاذه منال باع الشقه وخد النص زي ما كانوا متفقين قبل تغيير الكلام، وراح يديه لاختها فهي مش عايزه، قالت له احنا لنا التلات ارباع. وصل الامر للقطيعه ما بين الاختين. تعمل ايه يا مولانا؟ ولا حاجه، هو ليها النص فقط، لانه ابن مسعود كان يقول ايه القاعده، المسلمون عند شروطهم. عند شروطهم؟ نعم. فهو نعم. الشرط الاول انه نص بالنص، ثم بعد ذلك تغير من جهه واحده الشرط اللي اتفقنا عليه. أيوة. النص بالنص. نعم. وبعدين لا، ده انا ليا الثلاث ارباع وانت ليك الربع، انا ما وافقتش على الكلام ده. ولذلك المسلمون عند شروط. نعم. طب نعم. مولانا انا اسف، يعني لا قدر الله، ومش عايز افترض ده في الاستاذه منال او زوجها، ولكن لو حد يعني ايه تجاوز، بمعنى ممكن يكونوا اتفقوا سرا الاثنين رجاله اتفقوا سرا، ثم بعد كده لا قدر الله مثلا زوج استاذه منال هو اللي غير كلامه والربع ده خده لنفسه، هنا اسمه يبقى إيه؟ حرام عليه. ما هو هي ما انا بقول لك، ما انا حطيت القاعده علشان الواقع يركب عليها. يبقى المسلمون عند شروطهم. نعم بالظبط. يبقى لازم ان هو كان يرجع اذا كان المشروط اذا كان كده. فاذا كان المشروط النص تاخد النص، الثلاث ارباع تاخد الثلاث ارباع. نعم. اللي خدوا الربع الزياده يبقى هو اللي حرام، اللي بيطالب بالربع الزياده يبقى هو اللي غلط، وهكذا. مظبوط. المسلمون عند شروطهم. الراجل يتمسك من لسانه. وده اخر كلام. تمام. اللي هو الـ 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 المصريين اصلهم حلوين، حولوا الفقه الى امثله. صحيح. فيقول لك كده الراجل يتربط من لسان. ليه؟ لانه يعني المسلمون عند شروطه. نعم. نعم. طيب استاذ كمال بقى، بنته معترض على مسكن الزوجيه بعد ما رجعت من سفر بره، وزوجها مقتدر وعايشه في بيت عيله، فدلوقتي وصلت الى مرحله اللي جابوا شيخ قال لهم لا، ده هي كده ناشز وملهاش اي مستحقات، بسبب انها مش عايزه مسكن الزوجيه والزوج قادر واي شقه في اي حته. هل هي ناشز؟ نعم هي ناشز، لانه القضيه ان الشقه اللي هي رفضاها ليس فيها ما يمنع هذا، بمعنى انها مش ضيقه مثلا 30 متر اوضه وصاله وهم عندهم عيل وما ينفعش الكلام ده، ملهاش مرافق، ملهاش حمام، الحمام بتاعها تحت او بمرافق مشتركه، كل ده مش موجود. اللي موجود شقه في امانة الله، بس انا عايز ابعد عن وش امك وعن وش اختك. أيوة. وعن وش اخوك. أيوة. والناس دي او ممكن يكونوا بيضايقوها مثلا، او يعني زي ما بيقول كده عايزين يخربوا عليها الى الكلام اللي الى اخره. خلاص، يبقى الرفض من عندها هي. والرفض اللي من عندها هي معناته ان هي اللي بتتنازل عن حقوقها. لما يجوا بقى يقول لك 27 شهر اديني، ايوه ده في حاله الطلاق، بس انت كده ما انتش راضيه تيجي بيت الزوجيه، وبيت الزوجيه ما فيهش حاجه. بمعنى ايه ما فيهش حاجه؟ يعني القاضي هيحكم بيه. نعم. لما هنروح لحضره القاضي ويلاقي انه بيت وسيع في مرافقه المستقله هيحكم بيه. حكايه الذاتيه دي انه ده بيت العيله ولا مش بيت العيله، اصلهم بينكدوا عليا، اصلهم بيلقحوا عليا الكلام رايح جاي، دي قضيه تانية خالص. يعني تاتي بالتفاهم وليس تاتي بالاجبار. يعني مساله الضرر الذي يقع على الزوجه لا يؤخذ هنا في الاعتبار؟ الضرر اذا كانت هي متيقنه منه تطلب الخلع بقى. ما خلاص. تمام. قالت لك انا مش طايقه، بيبهدلوني مثلا او مش عارف، خلاص ده بيبهدلوني. طب يا بنتي دي حاجه ذاتيه وكده بالشكل ده، انت بتطلبي الخلع، واللي بتطلب الخلع معناه انها بتتنازل عن السبع ستة 27 شهر دول اللي هم 24 سنتين وثلاثه للعد. هي بتتنازل عن هذا. فالامور ما هو اصلا ديها طرفين، مش ليها طرف واحد. تمام. ما هو التاني هيجي يبكي لي ويشكي لي ويقول لي طب انا اجيب منين؟ طب انا عامل القرشين دول للعيال علشان يعملوا، ويتدخلني في مواويل. فانا بحكم دلوقتي حكم قضائي، اما الحب والود ده حاجه تانية خالص، واخد بالك؟
يعني افرض ان هو بيحبها هيعمل لها اللي هي عايزاه، بس هو بيقول لها ايه، انت هتقعدي تعملي لي فتنه بيني وبين ابويا؟ لا، انا ابويا اولابي. فاذا في وصلنا الى القاضي. انا تملي اقول ان احكام الحياه اللي هو الاستاذ كمال بينادي بيها، يعني يا اخي ما انت معاك فلوس، يا اخي ما انت علشان خاطر مراتك اعمل يا اخي كذا، دي ام عيالك مثلا، دي حياه. لكن لما هنوصل للخصام لازم نروح لحضرة القاضي علشان يحلها، وحضرة القاضي يحلها كده زي الراجل ده ما قال انها ناشز. هو على فكرة النشوز برضو الناس بتفهمه انه حاجة وحشة قوي، يعني لا، ناشز يعني مش رغبة، مش رغبة في، بتقول له لا دي في قصاد دي، انا مش راجع البيت بتاعك ده الا اذا جبت لي كده، نفذت لي اللي انا عايزه هرجع لك، ما نفذتليش كل بعضك. طيب ماشي حاضر. اذا انت وصلتينا الى حد الانفصال. صحيح. الاستاذه رضا بتقول ايه السنه بالظبط؟ السنه ان احنا نقرا في الاولى والثانيه بس، سواء كنت في البيت او كنت في المسجد. نعم. سواء كنا في الفرض او كنا في النفل. كل ذلك الركعه الاولى والركعه الثانيه هي محل القراءه. نعم. السؤال اللي بعد كده، طب افرض قريت في الثالثة والرابعة، ماشي، ما حصلش حاجة، ما بطلتش الصلاة، ما عملتش شيء مخالف. لا. ولكن مش هو ده اللي النبي عليه السلام عمله. انت واخد بالك ازاي؟ مش هو ده اللي النبي عليه السلام عمله. لا. ولكن بالرغم من ذلك إلا إن الإضافة في الثالثة والرابعة إضافة نقدر نقول عليها جائزة، ولكن انت عايزه اللي النبي عمله، اللي النبي عمله الاولى والثانيه بس. دي تقع زي البسمله في سوره التوبه؟ لا لا تقع. لا دي دكهت مكروه. مكروه لانه خالف النبي. ايوه. طب هنا خلفت؟ لا ما خلفتش، دي اضافت. اضافت اضافت في محل. ما هو خلي بالك دكهت اصله مش محل، مش محل، لا كانت غير موجوده. ايوه مش محل. ايوه مظبوط. لكن هنا محل. السوره بعد الفاتحه محل. طيب أدي لك مثال. أنا دخلت الظهر خلف الإمام في الركعة الثالثة. في الركعة الثالثة. فبيقول لك الخطيب في المغني تقرأ الفاتحة وصورة. تمام. اللي هي الأولى بتاعتك. وبعدين تقرأ الثانية دي وصورة. طب ما انت التالتة والرابعة هم قريت فيهم صور. قال حتى لا تخلو الصلاة كلها من قراءة. نعم. فدي محلها كده. لكن دي كانت مش محلها. نعم. يعني نعم. بس ايه الحتة دي؟ صحيح. ها؟ دي محلها القراءة، لكن دي كانت مش محلها القراءة. نعم. نعم. بارك الله فيكم يا مولانا. الله يخليك. ربنا يبارك فضلتك. طيب سؤال من مشاهدة كريمة بتقول حصلت مشاكل مع زوجي وأبو بنتي. استفزيته جدا بعمل محضر شرطة. مع العلم ومش كاتبه، فبالتالي هل تقع هذه الطلقه ولا بد من محلل؟ واضح ان دي مع العلم انها الطلقه الثالثه بس هي مش كاتبه يعني. فالرساله اللي بعدها بتقول هل تقع هذه الطلقه ولا بد من محلل او محلل؟ ما اعرفش اجاوب على الاسئله دي، وده يروح على طول لدار الافتاء علشان يحققوا معاه. نعم. هو الطلقه الثالثه دي كانت عند المأذون ولا مش عند المأذون؟ هي الاولى والثانيه كانت عند المأذون ولا مش عند المأذون؟ اذا ما كانتش عند المأذون طب كان شكلها ايه لحسن ما تكونش طلقات وكذا 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 وكذا. يعني انت واخد بالك هتدخلني في تشعبات كثيره وانا ما احبش ندخل في. نعم. كده. نعم. احنا عايزين نقول للناس يا جماعه قضايا الطلاق وكذلك الميراث لشدة أهميتها وتداخلها نرجوكم أن أنتوا تروحوا لدار الإفتاء على طول يجاوبك وانت واقف، بس بعد ما يحقق معاك. صحيح. طب افرض الراجل قال أنا طلقتها، لا على الطلاق، لا أنا هطلقها، طب كده روح أنت طالق. كل الكلام ده ليه أحكام، كل صحيح. واحدة ليها أحكام. وهنجيب وهنحقق معاه وكذا، وفي من صريح وفي كناية وفي نية وما فيهش نية إلى آخره. فما ينفعش الكلام ده. طيب رقم آخره 36 بتسأل فضلتك أو بيسأل رأي الدين في ابنتي التي تتكلم على أخلاقي وتشوه صورتي رغم أني وقفت بجانبها في دراستها وتحديت الناس حتى حصلت على مؤهل عالي وزوجتها بعد وفاة والدها من أحسن الجهاز، وما زلت أقف جانبها هي وزوجها في المعيشة ولا يطمر فيها أي شيء.
يعني البنت يعني بتتكلم على امها بالباطل يعني. يعني في حاجه اسمها حسبنا الله ونعم الوكيل، على بنتها. والله ان الله يدافع عن الذين امنوا. نعم. طيب رقم اخره 92 بيسال فضلتك حكم التعامل مع شركات التامين، وهل تختلف الحكم الشرعي في التعامل مع شركه وطنيه عن الحكم في التعامل مع شركه اجنبيه؟ الجزء الاول الحمد لله احنا بقى عندنا تامين تكافلي اللي هو الفقهاء اجمعوا عليه. التأمين التجاري اللي موجود أيضا عندنا اختلف فيه الفقهاء، بعضهم قال ده حلال وكويس في أمانة الله، وبعضهم قال لا ده فيه مخالفات. نعم. وأصبح عندنا في مصر دلوقتي شركات كثيرة جدا في اسمها التأمين التكافلي. نعم. السؤال في شقه الثاني لا مختلف، هل يقصد أنه هو في مصر يأمن على في شركات انجلترا، ولو هو في انجلترا يتعامل مع شركات انجلترا؟ لا، وهو في مصر يأمن مع شركة انجلترا ما ينفعش. لا، لازم يأمن مع الشركات المصرية. لكن لو انه كان في انجلترا يأمن مع الشركات الانجليزية ما فيش مانع، لان الاحكام هناك مختلفة. احكام ديار غير المسلمين ننفذ فيها انظمة غير المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في مكة كل الأنظمة المكوية. نعم نعم. طيب واضح أن المشاهدة اللي كانت بتصل على الطلاق بتقول كانت الطلقة الثانية وأمام المأذون. واضح الأولى والثانية كانوا قدام المأذون، ودي الثالثة برضو تروح لدار الإفتاء، وهو قال أنها تقع. خلاص ده هو معترف اهو انها تقع، يبقى ما خلاص وقع. وبعدين هي بتقول لك انا استفزت ورحت للاسم. الله، رحت للشرطة وبعدين جاية، يعني دي عملية صعبة أوي. طيب الحقيقة في برضو عندي أسئلة الحقيقة كتير جدا، أساسا فضلتك نستسرد أو نستكمل سرد هذه الأسئلة، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله ابقوا معنا.